لفتني إلى هذا التميز. معي الآن على الهاتف الأستاذ علي بن ظافر القرني، رائد النشاط بمدرسة الإسراء الابتدائية لتحفيظ القرآن الكريم بخميس مشيط. حياك الله أستاذ علي. أستاذ علي تسمعني؟ إيه نعم أسمعك. حياك الله أستاذ علي، أهلا ومرحبا بك في هذه الحملة الخاصة بانطلاق أسابيع أو أسبوعي التعليم. أهلا وسهلا بك أستاذ علي. يعني كنا الآن للتو نتحدث عن مدى انعكاس رائد النشاط بأسلوبه على الطلاب. مدرسة الإسراء الابتدائية تحفيظ القرآن حقيقة مدرسة متميزة، تميزت على مستوى المنطقة وعلى مستوى المناطق الجنوبية أيضا، وأخذت وحصلت على عدة جوائز ما شاء الله تبارك الله. الآن يعني وأنت رائد نشاط لهذه المدرسة، حدثنا عن مدى انعكاس النشاط على الطلاب وتفوقهم أيضا في الأنشطة سواء الصفية ولا صفية. أحييك أخي الكريم عبد الله، وأشكر لكم حسن الاستضافة الكريمة، وأغتنم الفرصة بتهنئة خادم الحرمين الشريفين باليوم الوطني، سائل الله عز وجل أن يحفظ علينا أمننا وإيماننا. اللهم بالنسبة للأخ الكريم، أثر النشاط الطلابي له أهداف تربوية كثيرة تعداها المفهوم واسع، كثير من الأهداف التربوية، تنمية خلق الحسن والمعاملة الطيبة للسلوك الطلاب، كذلك اعتزاز الطالب بدينه، كذلك اكتشفنا الميول والمواهب والقدرات لدى الطلاب، توثيق الصلة بين الطالب وزملائه وبين معلميه، اكتشفنا كذلك الثقة في النفس والاعتماد عليه وتحمل المسؤولية. مدرستنا ولله الحمد ستشارك غدا الاثنين في الحفل اليوم الوطني على مستوى مكتب التعليم خميس بشير، يحضره أمير عسيرة صاحب السمو الملكي الأمير ياسر بن خالد من ضمن على مستوى المنطقة. ما شاء الله تبارك الله، جميل. أريد يعني ما تميزت به المدرسة، مدرسة الإسراء في خميس مشيط، يعني مقابل النشاط الذي شاركت فيه على مستوى تعليم المنطقة. نعم، تشرف المدرسة على عدة برامج يشرف عليها نخبة من المعلمين الأكارم، برنامج أديب المستقبل وهو لهواة القراءة يشرف عليه الأستاذ سلطان الحسنية، كذلك أهم شيء عندنا في المدرسة بداية الإذاعة المدرسية، وهي من مخصص لها معلم يتميز في إعداد الإذاعة المدرسية كل يوم، كذلك البرنامج مسابقة الإلقاء الفردي حيث يشارك 70 طالب ويكون هناك تصفيات أولية ثم تصفيات نهائية، يحضره مدير مكتب التعليم في خميس بشيط، وكذلك نخبة من الدكاترة جامعة الملك خالد، كذلك نشرك جميع الطلاب الذين لم يشتركوا في السنوات الماضية في الحفل الختامي، كذلك نشرك الأسرة في السوق المدرسي في عمل سوق مدرسي له كشكات ويوم مفتوح في ذلك، كذلك برنامج قراء الإسراء في مرحلة الصفوف الأولية ومرحلة الصفوف العليا يشرف عليها الأستاذ يحيى البشري، كذلك لدينا الدوري الرياضي حيث يستمر فصل دراسي كامل يشارك فيه كل الطلاب، كذلك مسابقة أجمل خط حيث يشارك الطلاب في مسابقة أجمل خط لصفوف الدنيا والصفوف طيب. العليا. اسمح لي أستاذ علي يعني سؤال أخير الآن، من خلال هذه الأنشطة ما شاء الله تبارك الله يعني عدت يعني كثير من الأنشطة الجميلة. نسبة مشاركة الطلاب وإقبالهم مقابل العزوف يعني تحددها بكم؟ والله الحمد لله، يعني لدينا في مدرسة الإسراء منذ سنوات الإقبال يزيد كل سنة، لأن هناك أنشطة محفزة لهم، حرص أولياء الأمور لإشراك أبنائهم الطلاب. اليوم رجعنا من صلاة العصر إلى المغرب ندرب الطلاب على الإشراك في الحفل يوم غدا، وكان هناك يعني حرص من أولياء الأمور لمشاركة أبنائهم الطلاب، فمن سنة إلى سنة أفضل وأفضل. ما شاء الله تبارك الله. أستاذ علي ظافر القرني، رائد النشاط مدرسة الإسراء الابتدائية لتحفيظ القرآن بخميس مشيط، شكرا جزيلا لك.